بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. الآن بحول الله تعالى سنزور بكل أدب سورة المنافقون، وهي في المصحف جاءت بين الجمعة والتغابن، والتغابن تعرضنا لبعض معاني منها جماعتان كل واحدة تنكر الأخرى أو تحتقر الأخرى أو لو تقيم وزن الأخرى وهلم. إذا الجمعة جمع المؤمنين يوم عيدهم في صلاتهم هي عماد الدين، والتغابن هو طرفان يتباغضان، هذا يغبن في حق الآخر. إذا المنافقون جاءت بحكمة المولى بين ما يجمع الأمة وبين حالة انقسام جماعة معينة بين مؤمن وهم قلة ومنافقون وهم الكثرة، وهذا عالم العربي عموما بعد الفتنة الكبرى غرق في هذا التغابن، غرق في هيمنة المنافقين وهم جمع غفير، هيمنتهم في كل الميادين طول الدومان. لكن هذا لا يعني أن العرب في صحة جيدة، بل هم في كرب وكرب وكرب حتى يرجعوا للرب، عندئذ ربي يحسن حالهم كما حسن أيام النبي عليه السلام والأئمة والخلفاء الراشدين عليهم رضوان رب العالمين والسلام.